السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم متابعينا قبل ان ابدا من فضلك اشترك في القناه بالضغط على زر الاشتراك اسفل الفيديو ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا نقدم لكم اسعار بورصه الدواجن اليوم الاحد 8 ديسمبر 2019 تابع معنا الفيديو للنهايه ارتفاع اسعار اللحم لليوم الرابع على التوالي اولا بالنسبه لاسعار اللحم سعر كيلو الفراخ الابيض 25 جنيه سعر كيلو مهات الأبيض واحد وعشرين جنيه سعر كيلو فراخ الساسو ثلاثين جنيه سعر كيلو فراخ البلدي خمسة وثلاثين جنيه بالنسبة لأسعار البط سعر كيلو بط البلدي ثمانية واربعين جنيه سعر كيلو بط المسكوفي واحد وثلاثين جنيه سعر كيلو بط الفرنساوي تسعة عشر جنيه سعر كيلو بط المولار خمسة وعشرين جنيه بالنسبة لأسعار الكتاكيت سعر الكتكوت الأبيض من ثلاثة جنيه لخمسة جنيه سعر الكتكوت الساسو من 3 جنيه ل 4 جنيه سعر الكتكوت البلدي من 2 جنيه ل 4 جنيه بالنسبه لاسعار البيض كرتونه البيض الابيض 28 جنيه كرتونه البيض الاحمر 29 جنيه كرتونه البيض البلدي 33 جنيه في النهايه بشكركم لحسن المتابعه لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته